مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الأحداث، الذي من خلاله نسلط الضوء ونستعرض أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بل حتى الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم. أول ملفاتنا الانتقال للسلطة المدنية ما بين أضغاث الأحلام والأمنيات الوردية. باتت القوى المدنية السودانية الساعية وراء تحقيق إجماع مدني يمهد للتحول الديمقراطي بالبلاد الآن أقرب للتوافق أكثر من أي وقت مضى، سيما في ظل مباحثات مباشرة تكشف عنها مصادر صحفية متطابقة بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وحلفائها من الموقعين على الاتفاق الإطاري، وبين قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ومن معها من الممانعين للمشاركة في العملية السياسية الجارية. وتزايدت فرص التوافق المدني في الوقت الذي يتزايد فيه ضغط المجتمع الدولي. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أن المبعوثين الدوليين حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق الإطاري. والخميس أنهى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق إفريقيا بيتر لورد زيارة إلى السودان استمرت 3 أيام بالتزامن مع زيارة مبعوثين وممثلين خاصين من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم شعب السودان ومطلبه بحكم مدني. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي، المبعوثون والممثلون التقوا خلال زيارتهم المشتركة بمجموعة واسعة من الجهات السودانية بما في ذلك الموقعون المدنيون والعسكريون على الاتفاق السياسي الإطاري والمجتمع المدني ولجان المقاومة وممثلي بعض الأطراف التي لم تدخل بعد في الاتفاق السياسي الإطاري. وأضاف البيان، وحث المبعوثون الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري وتنحط المصالح السياسية الضيقة جانبا للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لدفع عملية الانتقال الديمقراطي في السودان تحت قيادة مدنية. الآن يترقب السودانيون انعكاسات هذه الدعوات والاجتماعات على الأرض، سيما وأن تعدد العمليات السياسية دون الوصول إلى نهاياتها تحولت معه عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولا لسلطة مدنية كاملة من حلم وردي إلى أضغاث أحلام إن لم نقل محض كوابيس. يسعدني عبر هذه المساحة أن ينضم إلي مولانا إسماعيل التاج القيادي بمركز الحرية والتغيير وعضو تجمع المهنيين. مرحب بك مولانا إسماعيل. مرحبا أستاذ نشأت، وأنا سعيد أكون معك اليوم ومع مشاهدي ومشاهدات قناة البلد داخل وخارج السودان. أهلا وسهلا. بداية مولانا إسماعيل، كيف تنظر للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتسهيل عملية التحول الديمقراطي بالبلاد؟ طبعا السودان لا يعيش في جزيرة معزولة، وهو جزء من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، ويتفاعل مع هذا المجتمع سلبا وإيجابا وله دور كبير يعني. وإحنا جزء من أنظمة الأمم المتحدة وجزء من المجتمع الدولي، لذلك من الأهمية بمكان أيضا أن يكون هنالك نوع من الاهتمام بالملف السوداني، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي بتواجه المنطقة ككل في شرق أفريقيا، في القرن الأفريقي، في منطقة البحر الأحمر، وأيضا في غرب في وسط وغرب أفريقيا. دي كلها مسائل وبقع قابلة للاشتعال، والسودان يقع وسط هذه الدول. لذلك من الأهمية بمكان أن يهتم المجتمع الدولي بالسودان حتى يكون هنالك استقرار حقيقي وتحول مدني ديمقراطي، لأنه أصبح من المؤكد جدا أن الحكومات الشمولية العسكرية على وجه التحديد لا تحقق الاستقرار الأمني ولا الاستقرار الاقتصادي ولا التوزيع العادل للثروات، بل يتم نهب ثروات البلاد وتجييرها لمصلحة مجموعة ضيقة جدا جدا تعمل على نهب البلاد واستشراء الفساد. لذلك جاء هذا الاهتمام، وأيضا للحد من مسألة الهجرة الغير شرعية للدول في أوروبا وفي الولايات المتحدة وكندا. فاهتمام المجتمع الدولي بالسودان ومسألة اللاجئين والنازحين مسألة يبدو إنها منطقية جدا جدا ومشروعة، حتى يستطيع السودان أن يساهم في استقرار القرن الأفريقي ووسط أفريقيا وأيضا البحر الأحمر الذي يشكل موضعا استراتيجيا
لا بد من الحفاظ على أمنه واستقراره. هناك أيضا تسابق نحو البحر الأحمر، سنعود إليه، لكن دعنا نتحدث عن هؤلاء المبعوثين وما قاموا بإرساله من رسائل مهمة عبر تصريحاتهم التي أطلقوها خلال تواجدهم في السودان، أو عبر البيان الختامي الذي أنهوا به هذه الزيارة. أكدوا تماما أن على السودانيين أن يجتمعوا وأن يجدوا طريقا سريعا للحل من أجل الديمقراطية وكذا، لكنهم أعلنوا بشكل واضح الارتكاز على الاتفاق الإطاري. بالتأكيد البيان كان مختضب جدا جدا، نعم، وواضح جدا جدا، وفي تم تلاوته في أقل من دقيقة وبالتحديد 51 ثانية، ولكن كانت فيه رسائل عدة. أولا إنهم جاءوا للسودان لدعم التحول المدني الديمقراطي ولدعم الاتفاق الإطاري والعملية السياسية القائمة، وكما ذكرت أستاذ نشأت أيضا أن هذا الاتفاق الإطاري يشكل أساسا جيدا جدا لأي عملية سياسية ولتحول دستوري ولحكومة انتقالية، وأيضا دعوا إلى تكوين حكومة مدنية أو يقود مدنيون بالسرعة المطلوبة، والسرعة المطلوبة دي إحنا نخد تحتها خطوط كثيرة جدا جدا تقود لاستقرار سياسي واستقرار اقتصادي. ده مضمون البيان بتاعهم، وكان واضح المعالم ومحدد جدا، وأي نقطة فيها في حد نفسها تشكل عملية قائمة بذاتها. ولكن هذا الدعم السياسي هو مهم جدا جدا، لأن منذ انقلاب 25 أكتوبر ظل الوضع الاقتصادي والوضع السياسي سيء جدا، ويمضي من سيء إلى أسوأ في كل أنحاء السودان، وشهدنا عمليات الانفلات الأمني في كافة مناطق السودان بدون استثناء، إضافة إلى التردي الاقتصادي. يعني حتى الآن لا توجد مرتبات للعاملين بالدولة، وعلى قمتهم طبعا المعلمين. ومن المؤسف جدا جدا أن يخرج وزير مالية ويتحدث عن المعلمين والمعلمات بأنهم جهة غير منتجة، في ودي حالة يعني حالة بتاعت يأس وحالة من السوء بمكان في التقديرات. هل كل ذلك مولانا إسماعيل هيئ الأرضية الآن حتى تنطلق هذه المبادرة التي نشأت أساسا من الوثيقة التي قدموها اللجنة التسييرية للمحامين، وبعد ذلك تبنتها الحرية والتغيير المركزي، والآن أصبحت على وشك الاتفاق النهائي بحسب ما بدأ يتناهى. هذه السرعة التي ذكرتها بين معقوفين التي دعا إليها هؤلاء المبعوثين، هل هي ما أدت إلى هذه الخطابات التي نشهدها خلال اليومين الماضيين بأن هناك عملية سياسية وأن الجميع قد تواضعوا الآن للجلوس معا؟ هي العملية السياسية بدأت يعني منذ مدة طويلة، وكانت توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر. نعم، أقصد الممانعين للإطاري. أيوة، نعم. ولكن الممانعين هم مع صنيعة، هي جهة مصنوعة حتى تعطل هذا التحول المدني السياسي والتحول الديمقراطي، لأنه الآن في حالة سيولة كبيرة، لا توجد حكومة، لا توجد مساءلة، لا توجد محاسبة. هناك الآن نسمع الآن عن الذهب الذي الآن السودان يعني يتصدر موقعا متقدما في أفريقيا في إنتاج الذهب، ولكن أين يذهب هذا الذهب؟ موارد الجبايات التي تفرضها وزارة المالية على جميع مكونات الشعب السوداني، أين تذهب هذه الموارد؟ ونحن الآن كما ذكرت نشهد أنه حتى توفير مرتبات شهر يناير للقطاعات واسعة من العاملين بالدولة لم يتم توفرها. طيب هذه الحالة يا نعم نشأت، نعم، هي مشكلة يعني بتوريك انه في جهات يعني هذا الوضع من السيولة وعدم المساءلة والمحاسبة يعني بتستفيد منه ويتواكب مع مفاهيم في اللا مساءلة، وعاوزين الوضع ده يستمر. ولكن الآن الضغوط نعم الإقليمية والعالمية إضافة إلى الضغوط المحلية، وبالتحديد الضغوط المحلية من إضرابات للمعلمين، من عدم توفر المرتبات والسيولة الأمنية، هي زادت من وتيرة أن تفكر هذه القوى الممانعة إنه هي الخاسرة في النهاية. هي كانت الخاسرة منذ البداية، منذ أن أصبحت حاضنة لانقلاب ضد حكومة الثورة وضد حكومة الفترة الانتقالية،
وبالتالي صار العداء بينها وبين الشعب السوداني والفوارق بينها وبين الشعب السوداني تزداد كل يوم جراء هذه الممارسات لهذه الكتلة التي أنا أسميها الكتلة الانقلابية وليست كتلة ديمقراطية، تعادي الشعب السوداني، تعادي ثورته، تعادي توجهاته، تعادي حقه في الحرية والسلام والعدالة. والآن أصبحت أمام الأمر الواقع، وهي إنه هي قوة غير منتصرة ولن تستطيع أن تقود هذا البلد إلى أي مخرج. الآن نحن أمام جهتين مولانا إسماعيل، يعني المكون العسكري ومن أيد الانقلاب أو من استمر في الحكم مع المكون العسكري، وفي معظمها هي الكتلة الديمقراطية الموجودة الآن. أتحدث الآن عن ما أطلقه بالأمس المكون العسكري بأن هناك اتفاقا وشيكا وبأن الجميع قد جلسوا مهما كانت الفرقة بينهم من أجل هذا الوضع الحساس والموقف التاريخي الدقيق الذي يمر به الشعب السوداني ويمر به بلدنا السودان. إلى أي مدى ترى أن هذه الضغوط قد أفلحت الآن في أن يجلس الجميع؟ وهل بالفعل سيترك الجميع هذه المحاصصات التي يبحثون عنها من أجل إيجاد حل يقي البلاد شر التمزق الذي ينتظره إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن؟ هو أنا لا أقول إنه الجميع، لأنه هو قوى الحرية والتغيير، وهنالك قوى حرية والتغيير واحدة في جهات أخرى يعني متصلبطة في الاسم. إن قوى الحرية والتغيير وحلفاء من المجتمع المدني من القوى الثورية إنها هي ماضية في العملية السياسية. الآن هنالك نعم نشهد الآن تراجع، وهذا إحنا نعتبره محمدة يعني، وإذا كان تم منذ البداية ما كان سوف يكون هنالك انقلاب عسكري في 25 أكتوبر، ولانتهت الفترة الانتقالية ولا خضنا عملية انتخابات نزيهة بعد توفر شروطها. ولكن الاستعجال، استعجال النتائج والنهم، النهم إلى السلطة والجشع في الاستحواذ على موارد البلد وتجييرها لمصلحة ضيقة جدا جدا، والطمع هي التي أدت بهذه الكتلة التي تسمي نفسها كتلة ديمقراطية وأنا أسميها كتلة انقلابية، ووصلت إلى ما وصلت إليه. الآن هنالك فعلا نفاج لعمل مراجعات، ومن المفيد بمكان إنه دائما الركون إلى مراجعات موضوعية، خاصة عندما يكون التيار ضدك وليس في مصلحتك. والآن يبدو إنه بعض هذه القوى قد ركنت إلى هذه المراجعات، ووجدت أن الطريق الذي تسير فيه هو طريق لا يقود إلا إلى 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 هلاك الوضع السياسي وإلى انحراف السودان إلى مآلات لا نستطيع الخروج منها. فيبدو الآن أن هنالك مراجعات تمت، وهذا مسألة جيدة يعني ومسألة كويسة يعني في العملية السياسية. وأنا بفتكر أنه كان منذ البداية إذا تمت بهذه الصورة كان يمكن الوصول إلى اتفاقات كثيرة. ولكن إحنا لا نتحدث عن أنه هو الحرية والتغيير الآن تعمل مع كتلة معينة، لا، لأنه حتى العملية السياسية هي مرتبطة بمجموعات معينة، بناس أعضاء محددين يعني قبل أفراد محددين، أطراف محددة تم تحديدها منذ البداية. هنالك من يحاول أن يغرق العملية السياسية بأطراف أخرى إما هي معادية للتوجه والتحول المدني الديمقراطي، وإما هي من فلول نظام المخلوع عمر البشير، وإما هي لها مطامع ومصالح مرتبطة. نعم يعني الحديث عن الإغراق أستاذي، يعني لو سمحت لي، يعني توقيع أحزاب الاتحاد الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة، يرى البعض أن هذا إغراق وقد تقبلته الحرية والتغيير؟ أنا تحدثت أيضا عن مسألة المراجعات والمسألة التي تصف في عملية التحول المدني الديمقراطي. نعم من حيث المبدأ والمبتدأ هي لم تكن من قوى الثورة، ولكن يا أستاذ نشأت تم التصنيف حتى إنه يكون هنالك قبول لأكبر قاعدة، تم التصنيف قوة ثانية أو مجموعة ثانية تسمى بقوى الانتقال التي وقفت ضد انقلاب 25 أكتوبر، وترى إنه التحول المدني الديمقراطي من مصلحة البلد، من مصلحة الوطن،
وانه هي موافقه على الميثاق او الدستور، مقترح الدستور من يعني اللجنه التفسيريه. هل يمكن ان يعد هذا تنازلا من القيم التي كانت موضوعه والتي صنفت من خلالها الحريه والتغيير المجلس المركزي عدد كبير من الاحزاب والكيانات بانها لم تكن مع الثوره؟ الان هؤلاء لم يكونوا مع الثوره انما فقط رفضوا الانقلاب، هل يمكن ان يكون هناك تنازلا اخر؟ هناك من شاركوا مع الانقلاب لكنهم الان قد راجعوا انفسهم؟ لا، هي انت دائما في السياسه في المساله البراغماتيه، انه انت متين تكون براغماتي عشان تحقق اكبر نتائج ممكن توصلك لاهدافك، والاهداف هي التحول المدني الديمقراطي. الهدف الاساسي هو اسقاط انقلاب 25 اكتوبر، فاذا توافقت معك قوة على ان تسقط هذا الانقلاب وتأتي بعملية وتأتي بحكومة مدنية كاملة، نعم، وبرأس دولة أو مجلس سيادي مدني كامل، وأن تعود القوات المسلحة إلى دورها الأساسي في حماية الوطن وحماية المؤسسات الدستورية التي تنبثق عن الدستور. فإذا هنالك أي قوة توافقت معك فإنت بالتأكيد لن تطردها، ولكن إلى أي مدى سوف إنه تمضي معك في هذا المشروع، وإلى أي مدى إنها هي حتقبل إنه تلعب الدور ده حتى النهاية، وإنه لا تساهم في أي عملية بتاعت مساندة لحكومات شمولية وحكومات ديكتاتورية في المستقبل؟ ده سؤال، وأنا أعتقد إنه ده تدريب كويس جدا جدا، إنه الناس يصلوا لقناعات بأنه دعم ومساندة الحكومات الشمولية والحكومات الديكتاتورية في النهاية لا يقود إلا إلى تشظي البلاد وتشظي الوطن. يعني الآن أنتم قربتم من هذه القوة التي في وقت ما وقفت ضد الانقلاب، لماذا لا تبذلون مثل هذه المجهودات في التآلف في التقارب في وجهات النظر بينكم وبين رفاقكم الذين كانوا معكم في الشارع، كمثال الحزب الشيوعي، كمثال الآن لجان المقاومة الكثير منها يرفض حتى هذا الاتفاق الإطاري ويرى أنه بين قوسين أنه هبوط ناعم، لماذا هذه القوى جميعها تتفق على إنهاء الانقلاب، تتفق على رؤية مدنية، لماذا لم تتقاربوا معها؟ هذا سؤال مهم جدا أستاذ نشأت. هو طبعا الاختلاف جاء في المسألة بتاعت الآليات، يعني البحث عن آليات لإضغاط الانقلاب. فالحرية والتغيير رأت أنه المسألة، مسألة المفاوضات، مسألة الدخول في عملية سياسية، هي واحدة من الآليات، خاصة في مراحل النزاع ومراحل إنهاء سلطات انقلابية، وده واحد من الأشياء اللي بتعول عليها ليس منظومة الأمم المتحدة بل العالم كله، إنه الحلول السياسية والعمليات السياسية هي أقل تكلفة ولا تكلف باهظ، ويمكن الوصول إلى حلول سياسية بصورة سلسة وسريعة. فدي واحدة من الآليات، وهي الآلية التي تبنتها هو الحرية والتغيير، وآلية مشروعة يعني. أما بالنسبة لباقي القوى الثورية، لا أحد يستطيع أن يزايد على مواقف رفقائنا في بقية التنظيمات السياسية، سواء كان في الحزب الشيوعي أو حزب البعث أو في المحفز لهذه الثورة لجان المقاومة، والاتصالات مستمرة مع هذه القوى. وكما ذكرنا في البداية أن أطراف العملية السياسية والإعلان الإطاري هي محددة سلفا، ومن ضمنها هو الحرية والتغيير، أشارت إلى أن من ضمن هذه الأطراف الحزب الشيوعي والبعث ولجان المقاومة، إضافة للتنظيمات والاتحادات ذات التوجه المدني الواقف مع الثورة زي الصحفيين، نقابة الصحفيين والمعلمين ولجنة المعلمين. فدي كلها المشاورات مستمرة معاه بصورة أو بأخرى، قد تقل قد تزيد، ولكن هذه واحدة من هذه هي القوى التي نزع فعلا إن يكون في توافق معها. إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي أدى إلى إضغاط هذا النظام وإلى تكوين حكومة مدنية كاملة ورأس دولة أو مجلس سيادة كامل، فأيضا سيجد الرفاق في تلك التنظيمات الفرصة لكي أيضا يقدموا في هذه المسألة. فالباب لم يوصد يا أستاذ نشأت أمام كل رفقائنا في القوى السياسية، وزي ما أنت ذكرت يجمع بين الشارع، يجمع بين الحلم في أنه يكون في دولة فيها حرية، صحيح، فيها عدالة
وفي السلام، يعني دي الأهداف المشتركة، ولكن اختلاف الآليات أدى إلى هذا النوع من إنه يكون في جاب أو يكون في فجوة، يعمل الجميع على إن يعني وحدة قوى تقليل الثورة هذه هو الفجوة. ظل مطلب يعني ينادي به الجميع، أن تتوحد جميع قوى الثورة المتمسكة بنفس المبادئ والتي تسعى إلى نفس الأهداف. كما ذكرت أنت أن هناك طرق مختلفة يسلكها كل مجموعة من هذه المجموعات السياسية. دعنا نتحدث بمنتهى الشفافية مولانا إسماعيل عن الآن ما يروج من أخبار أن هناك اتفاق، وهو ما نادت به وأشرت له أنت في وسط حديثك، قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن يتم التوقيع على الاتفاق الإطاري كل جسم على حدة. الآن هذه الكتلة الديمقراطية تتحدث، تنتشر الأخبار بأنه هناك تفاهمات. من قبل أعلن صندل قبل ذهابهم إلى القاهرة المشاركة في هذه الورشة أنهم وصلوا إلى تفاهمات ككتلة ديمقراطية، 95% من ما ورد في الاتفاق الإطاري. بعد ذلك مباشرة أعلن ياسر عرمان وهو واحد من قوى الحرية والتغيير القياديين في هذه القوى أن ما تم الاتفاق عليه في 95% لم يكن مع الكتلة ككل، إنما مع مناوي وجبريل، والآن حديثا انضم المرغني. نريد توضيحا واضحا وشفافا عبر هذا البرنامج، الآن يصبح تصريحا دقيقا، مع من تجري المفاوضات الآن بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ومن؟ هل هي أحزاب أم هي الكتلة الديمقراطية ككل؟ طبعا يا أستاذ نشأت، أنا خذ مني نعم هذا الحديث الآن، لا يوجد نقاش ومفاوضات مع الكتلة الديمقراطية التي تسمى كتلة ديمقراطية. توجد مع أجسام معينة، وكما ذكرنا في البداية أن أطراف العملية السياسية محددين منذ البداية. نعم. منذ البداية، والآن ما هي الأطراف التي خارج هذه العملية السياسية؟ هي القوى الثورية التي أشرنا لها، من لجان مقاومة، من بعثيين من بعثيين، من الحزب البعث، من الحزب الشيوعي. نعم. وأيضا لجنة الصحفيين ولجنة نقابة الصحفيين الشرعية ولجنة المعلمين، وإضافة إلى مني مناوي وجبريل وأوع. هذه هي المجموعات التي نتحدث عنها فقط، والتي الآن هنالك لقاءات واجتماعات مع جبريل ومع مناوي بخصوص المسائل البسيطة العالقة. ولكن أؤكد لكم أنه لا يوجد لقاءات مباشرة أو غير مباشرة مع ما يسمى بالكتلة الديمقراطية أبدا أبدا. يعني ما يقومون به الآن هي أخبار مفبركة تسعى ربما للتشويش على الرأي العام، أو ربما للضغط من أجل أن يتم إلحاقهم. هي ترويج لأوهام، ترويج لأحلام. نعم. يعني هذه الكتلة حاولت، هي طبعا كتلة بعد ذلك صارت الحاضنة للانقلاب ككتلة 25 أكتوبر، وحاولت إنه حتى تعمل أضرار تلحق الطرف بالعملية السياسية. وحتى الأسبوع الماضي يعني حتى في القاهرة، يعني ده كله كان بيصب في خانة إحداث ضرر ألا تتم العملية السياسية بالصورة التي وافقت عليها قوى الحرية أو تمضي فيها قوى الحرية والتغيير. هذه أضغاث أحلام، هذه أوهام، هذه أحلام. وإذا كان هنالك فعلا أو اتضح فعلا يا أستاذ نشأت أن هذه الكتلة ككتلة ديمقراطية سوف يكون لها توقيع أو دور في العملية السياسية ككتلة، لأنها مصنوعة وليست كتلة حقيقية ولا تمثل ما تطالب به قوى الحرية والتغيير ولا قوى الثورة. أنا حاجي في نفس هذا المقعد وأعلن تبرؤي من تجمع المهنيين ومن قوى الحرية والتغيير.
تصريح كبير يعني مولانا إسماعيل، أنت تراهن على ذلك وتتحدى في أن ذلك لن يكون، لن يحدث. نعم، وإذا حدث سوف يحدث ما يحدث مني. يعني طيب، ربما هذه اللغة، يعني أنا أحييك على هذه الثقة الكبيرة، لكن ربما يرى البعض أن من يتحدثون الآن في نهج مركزي قحط يصفون هذا التحركات وهذه الأقوال وهذه التصريحات التي ترفض الجميع بأنها إقصائية وربما انتقائية، ما رأيك؟ ما هو السؤال، من هم الجميع؟ ما هو في جهة معينة حاولت إغراق العملية السياسية بتنظيمات أو بأفراد أو بجهات يعني تضر بالتحول المدني الديمقراطي، وأنت حتى إذا دخلتها معاك في أي عملية هي من الداخل، هذه الجهات هي موبوءة بمرض داخلي اسمه ألا يمضي السودان إلى الأمام، ألا يكون هنالك تحول مدني ديمقراطي، موبوءة ومريضة بمرض السلطة والحكومات الدكتاتورية الشمولية، لأنه بتجد فيها نفسها ما في محاسبة، ما في مساءلة، الرؤية هنا تتحدث ربما بمنطق بسيط، إذا كنت أنت تحاور من قام بالانقلاب فلماذا تستكنف أن تحاور من عاونه أو من وقف أو من رفض أن ينتقده؟ الانقلاب ما هو حكومة أمر واقع، وأنت في إطار استرداد التحول المدني الديمقراطي وفي إطار إسقاط الانقلاب لا بد أنك تتواصل معهم، هذا المنطق وهذا العقل، يعني أو إنه أنا أحمل سلاح وأواجههم وأقضي على الانقلاب، يعني يكون في انقلاب مضاد. ونحن هذه الثورة، ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، بدأت سلمية واستمرت بسلميتها وحتى الآن مستمرة بالسلمية بتاعها، فقناعاتنا إنه الحلول السياسية هي أنجع الوسائل وأبسط الوسائل وأقلها تكلفة في إضغاط هذا الانقلاب، فدي لازم يتم التواصل مع الانقلابيين. نعم. والوصول معهم إلى إنه هذا الانقلاب أوصل البلد إلى ما أوصله، وإنه حان إنه أن تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها وأن تقوم بمهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور. أما الحاضنة أو الذين أوعزوا إلى القوات المسلحة أو بعض أفراد القوات المسلحة بالقيام بانقلاب، فهذه أكيد هي قوة كما ذكرت إنه ينخر في داخلها السوس الشمولية والديكتاتورية، فبالتالي إنه تكييف أو محاولة إنه وضعها في صورة معاك أو وضعها في أي تحول معاك في لحظة ما حتعمل نفس الشيء. لذلك قوى الحرية والتغيير كانت واضحة منذ البداية. نعم. ما هي القوى المعنية بالاتفاق الإطاري وبالتحول المدني السياسي وبدون مواربة يعني، وكانت واضحة. لذلك الآن كما ذكرت أنت أستاذ نشأت، بترى الآن هذه المحاولات لإيهام الآخرين والشارع السوداني بأنه هذه الكتلة موجودة وأنه عندها نفوذ وممكن أن تؤثر على العملية السياسية، ولكن في داخلها هي قوة مصنوعة، الشعب السوداني يعلم أنها مصنوعة وأن ولاءها ليس للتحول المدني الديمقراطي ولا لتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. يعني بشكل أو بآخر، ما هي الضمانات التي يمكن أن تجدوها الآن بعيدا عما تم في 25 من أكتوبر؟ من قبل جلس الجميع مكون مدني ومكون عسكري واتفقوا وأعلنوا عن وثيقة وبدأ فترة انتقالية لكن لم تكتمل، ما هي الضمانات التي الآن ربما تراهنون عليها بأن ما ستتفقون عليه الآن سيمضي حتى يصل إلى غاياته؟ في عملية الحوار السياسي أو المفاوضات السياسية أو الحوارات السياسية في فض النزاعات، يجب أن لا تثق إلا في نفسك وفي المجموعة حواليك من رفقائك. لا توجد ضمانات على أرض الواقع ولا توجد ضمانات حقيقية،
ده كلام مخيف مولانا اسماعيل. ولا توجد ضمانات. يعني احنا الضمان الوحيد لهذه الثورة منذ اندلاع في ديسمبر واستمراريته، وحتى الآن مستمرة وحتستمر حتى بعد تكوين حكومة مدنية، لأن الثورة عملية، هي بروسيس، هي عملية وحتستمر لأمد طويل. يعني لأنه حجم الخراب والدمار اللي حصل في السوداني بيحتاج لسنوات حتى إنه يتم إصلاح ما تم إفساده، فالثورة هي مستمرة. فالضمان الوحيد هو استمرار الثورة واستمرار القوة الدافعة للثورة وقدرة الإنسان السوداني على إنه يكون في تحول حقيقي ديمقراطي. وليس هذا ليس تخويفاً أو تغليلاً من العملية السياسية، ولكن الواقع كما ذكرت أنت، من انقلب عليك في 3 يونيو 2019 ومن انقلب عليك في 25 أكتوبر 2021، نعم، ما المانع من أن يقوم بذلك مجددا مرة أخرى؟ ولكن هنالك مؤشرات أنه فشل هذا الانقلاب، وأنا أتمنى أن يكون فعلا هو الانقلاب الأخير في تاريخ الحياة السياسية والحياة العسكرية السودانية. فشل هذا الانقلاب والأهوال المخيفة التي أوصل إليها الشعب السوداني والدولة السودانية أنه كفيل بأن يردع أي شخص، وإنه هذا الاتفاق الإطاري والعملية السياسية أن تمضي إلى مآلاتها. يعني دي الضمانات الوحيدة، إنه الشعب السوداني يستمر في نضاله في ثورته، ولكن على المستوى بين الأطراف لا يوجد ضامن. الضامن بالنسبة لنا إحنا في قوة الحرية والتغيير هو الضمير، الضمير الإنساني، ضميرنا كسودانيين، ضميرنا كإننا جزء من هذه الثورة، في انه نضغط هذا الانقلاب وان نمضي بالعمليه السياسيه الى ان تكون هنالك حكومه يمكن ان يشكل وتحقيق شعاراتها. نعم، المجتمع الدولي لاي مدى يمكن ان من ليس له ضمير، من ليس له ضمير لا يستطيع الوفاء بما تعهد به. المجتمع الدولي الدور بتاعه بيجي وين؟ بيجي في انه يدعم الحكومه والتحول المدني الديمقراطي. نحن شهدنا منذ انقلاب 25 اكتوبر 2021 توقف كل الدعم الدولي من السودان، صحيح. الإحفاءات، الديون، الحالة المريعة للاقتصاد السوداني، ده دور المجتمع الدولي. دوره في المنظومة الأممية أيضا مهم، سواء كان في إطار منظومة حقوق الإنسان في المجلس حقوق الإنسان أو في إطار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا مهم أن يضع ضغوطات تجاه الحكومات التي تعيق التحول المدني الديمقراطي. واحنا حتى على مستوى الدول شهدنا انه امريكا يعني تقوم بهذا الدور. فدي كلها اشياء هي زي كان في شعره في اخر البيان الختامي اللي قدموه بيحذروا الجهات العسكريه او حتى المدنيه التي يمكن ان تحاول ان تعيق هذا التقدم. ما فعلا ما هو لأنه دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني أنه الضغوط وفرض عقوبات على الجهات التي تعيق التحول المدني الديمقراطي. لأنه في النهاية اتضح للغرب وللولايات المتحدة وكندا وكل الدول في منظومة الأمم المتحدة في العالم الأول، أنه عمليات الحكومات المدنية والتداول السلمي للسلطة هو أقل تكلفة. لأن الدول الغربية دي عندما يكون هنالك صراعات ونزاعات محلية وإقليمية بتأثر عليها وعلى مواطنينا وعلى دافع الضرائب. الحكومات الغربية تخاف من دافع الضرائب، لأنه دافع الضرائب يدفع للاجئين وللنازحين لا يريدون أن يتحملون ذلك، فاتورة عالية جدا. نعم. وأدت إلى نهوض اليمين المتطرف في 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 أوروبا، ودي حاجة مخيفة جدا جدا. يعني نعم. انه وده كله جراء النزاعات في داخل الدول، والتي يتسبب فيها دائما النزاعات المحلية وتتسبب فيها الانقلابات العسكرية. لذلك طيب. الآن دافع الضرائب يضغط على دول الديمقراطية بأن لا يدعموا الحكومات الشمولية والحكومات العسكرية حتى لا يتضرروا. أيوه، حتى لا يتضرروا طيب. وحتى لا يؤدي ذلك إلى نهوض اليمين المتطرف في نعم. دوله طيب. ومعروف نتائجه شنو. مولانا إسماعيل، يعني بدأت الورش وانطلقت للقضايا الخمسة التي كانت مؤجلة حينما تم التوقيع على الاتفاق الإطاري، أين وصلنا الآن؟ تم حتى الآن الانتهاء من ورشتين، ورشة تفكيك نظام 30 من يونيو وكانت ناجحة بكل المقاييس، وأيضا ورشة
السلام والتي شارك فيها أصحاب المصلحة من مناطق كثيرة في السودان، وكانت أيضا ناجحة وتوصلت لتوصيات مفيدة جدا. اليوم وأنا قبل قدومي إلى هذا البرنامج الجميل والنقاش معك يا أخ نشأت، سعيد أكون معك، إنه جيت من قاعة الصداقة بعد افتتاح ورشة قضايا شرق السودان. نعم. وهذه الورشة مهمة جدا جدا بالنسبة لتعقيدات القضايا في شرق السودان، والهدف من هذه الورشة هو أن يجتمع أصحاب المصلحة الحقيقيين من أرض الواقع لمناقشة كيفية إدارة كيفية مشاركة أبناء وبنات شرق السودان في إدارة الشأن العام. أصوات كثيرة الآن تصدر هنا المستويات، تنادي بالانفصال، تنادي بإغلاق الشرق، يعني لا ندري من هو المتحكم فعليا في الشرق أو من هو الذي يسيطر على كل الآراء في الشرق. هناك مكونات كثيرة يعلمها كل السودانيين في شرق السودان، لكن هناك أصوات عالية، لذلك لا بد أنه يتم مناقشة هذه القضايا حتى يتم إدراجها في الإعلان السياسي النهائي للعملية السياسية. وعمليات هي دي كلها مرتبطة يا أستاذ نجد بالغياب التنمية في شرق السودان. فالآن الحديث الآن في هذه الورشة عن التنمية المستدامة، عن وجود أو إيجاد حلول لعملية المشاركة، المسائل التنموية، التعليم، الصحة، الأمن، البحر الأحمر. شهدنا توقيع معاهدات واتفاقيات بخصوص مواني لم يتم استشارة أهل شرق السودان فيها. دي أشياء كلها الآن سوف يتم نقاشها. الموارد، البلد، كيفية إدارتها، نصيب الإقليم، دي كلها أشياء إضافة للمشاركة كما ذكرت في إدارة الشأن العام على المستوى القومي، على المستوى الولاية، على المستوى المحلي، حتى يشعر الإنسان إنه البلد دي بلده يعني، ودي قضايا يعني مشروعة. فدي الورشة الثالثة، تبقت ورشتان، ورشة العدالة الانتقالية وورشة الإصلاح الأمني والعسكري. ولكن من الأهمية بما كان الإشارة إلى أن هذه القضايا كان لا بد من طرحها للقطاع واسع من المجتمع السوداني حتى يشاركوا فيها، حتى تكون العملية يعني معقولة ومقبولة بعض الشيء. كما ذكرت أنت التحديات في شرق السودان والدعوة للانفصال، إغلاق الطرق، المواني، وكل هذه الأشياء هي دي كلها نتائج لتراكمات مريرة من الظلم في الماضي وعدم وجود عدالة حقيقية على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العدلية. شهداء في بور السودان، في كسلة، في القضاري، في خشم القربان، نحيي كل شهداء شرق السودان الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يكون في وطن يسع الجميع. مخرجات هذه الورش هل هي مجرد توصيات أم ستكون ملزمة حين التوقيع على الاتفاق النهائي؟ هي مهمة يعني، حتى الإطار، طبعا الإطار أو الاتفاق النهائي لا يمكن أن يشمل كل التوصيات، ولكن هي بتكون عبارة عن إضاءات. حتى ما الأشياء ما حيتم الأخذ بها في الاتفاق السياسي هي حتكون إضاءات وحتكون موجهات للحكومة الانتقالية القادمة. ما الآن أنت عندك أهل شرق السودان، عرفت القضايا بتاعتهم كحكومة مركزية. الآن مسألة السلام، عرفت التحديات اللي بتواجهها. التفكيك، عملت على معالجة القصور في اللجنة المجمدة. فكل الأشياء دي هي بتصب في خدمة المستقبل وفي خدمة التحول المدني الديمقراطي. إحنا بنعمل إنه نعلم تماما إنه التوصيات هي عبارة عن موجهات، ولكن في النهاية هي بتصب في خدمة التحول المدني الديمقراطي بالنسبة لشرق السودان، في خدمة قضايا ومعالجة قضايا المواطن والسوداني في شرق السودان. فهي مفيدة جدا جدا، وسوف يتم الاسترشاد بها كموجهات سواء في الإعلان السياسي أو في الحكومة المدنية القادمة. مولانا اسماعيل التاج، يعني مثل ما أخذنا منك ذلك التصريح الذي سيكون حصري اليوم على هذا البرنامج، نريد أيضا أن لا نفوت وجودك معنا، وأنت أحد قيادات تجمع المهنيين. ماذا ينتظر تجمع المهنيين؟ الآن تحدثنا عن وحدة قوى الثورة، أليس من أي رؤية أو مبادرة لإعادة وحدة تجمع المهنيين الذي قاد السودانيين في وقت حرج جدا؟ لكن الآن للأسف يعني نرى أن السامر قد انفض من حوله نسبة للاشتباكات الكثيرة التي حدثت بين عدة أطرافه. حقيقة أنا أنتهز الفرصة لي وأحيي كل كيانات تجمع المهنيين. والدور القامبي والتجمع كفصيل من فصائل الثورة، وما زال يراودنا إنه الحلم
بأن يلتئم الشمل مرة أخرى. طبعا جرت مياه كثيرة تحت الجسر، والآن في تحولات كثيرة، وحتى الدور الآن دور تجمع المهنيين مختلف جدا جدا. الآن يقوم التجمع في بالعمل في إطار العمل النقابي وتغوية المنظومة النقابية والاتحادات بصورة أو بأخرى، على أساس أنه عندما تأتي الحكومة الانتقالية يكون أول شيء يدفع به تجمع المهنيين هو قانون النقابات، الذي تعثر كثيرا في الفترة الانتقالية السابقة ولم يرى النور، وأدى الآن إلى الردة في العمل النقابي. وأعتقد أنه ده درس مستفاد، أنه عدم توحد تجمع المهنيين أدى إلى هذه الردة، وشهدنا إعادة كل فلول نظام المؤتمر الوطني إلى المواقع القيادية. هناك دوما يستغل الفراغ ويحاول أن يملأه. بالضبط كده، أنه كان في فراغ، وأنا أعتقد أنه دي واحدة من الدروس المستفادة، وكان بمناسبة درس قاسي جدا جدا لتجمع المهنيين والاتحادات المنضوية تحته، وأنه حتى إذا في الفترة الانتقالية أو حتى في أقرب انتخابات نقابية واتحادية قادمة، إذا لم تكن هنالك رؤية موحدة، فأكيد سوف نرى فلول النظام السابق مرة أخرى في قيادة النقابات. وهذا جرس بمثابة جرس إنذار لنا كلنا، يعني في تجمع المهنيين نقابات اتحادات، إنه أن يعودوا ويتوحدوا من جديد، أو على الأقل الاتفاق على برنامج حد أدنى لكيفية إنه يتم تبني قانون النقابات، وكيف إنه يتم نوع من الاتفاق على حد أدنى لخوض أي انتخابات نقابية أو اتحادية في المستقبل. شكرا جزيلا مولانا إسماعيل التاج، القيادي بمركز الحرية والتغيير وعضو تجمع المهنيين، على هذه الإفادات. ونتمنى أن نصل جميعا إلى ما يقي هذا الوطن شر التمزق وشر الفرقة، وأن نتوحد جميعا من أجل هذا البلد. شكرا. شكرا أستاذ نشاط. متواصلين معكم أعزائي المشاهدين، لا زال لدينا عدد من الملفات المتبقية، لكن بعد الفاصل.